هي مناورات ترصد يوميا عبر الطرقات والمحاور، كثيرا ما تسببت بمجازر مرورية حصدت أرقاما مخيفة من الأرواح. يحدث هذا رغم ترسانة القوانين الردعية. مصالح الدرك الوطنية استحدثت مؤخرا دراجات نارية مموهة لرصد ومطاردة المخالفين. تنفيذا لتعليمات قيادة الدرك الوطني، تم استحداث خلية مطاردة وتتبع على مستوى السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبرواقية مجموعة المدية. مهمتها الأساسية هي مطاردة وتتبع السائقين المتهورين ومرتكبي المناورات الخطيرة. تتكون هذه الخلية من أفراد مكونين تكوين خاص وعتاد متحرك وأجهزة تقنية حديثة. أثبتت تبليغات التواصل الاجتماعي والرقم الأخضر أنه أكثر السبل نجاعة لإنقاذ أرواح المواطنين من المتهورين. هذه هي الوسائط الرقمية وكذلك التطبيقات مثل تطبيقات ألو شرطة وكذلك الرقم الأخضر، صفحة شرطة المدية، ساهمت بشكل كبير من خلال التفاعل الإيجابي للمواطن والآني، ساهمت في يعني تحديد هوية بعض المخالفين والذين يشكلون خطر في الطريق العام وتوقيفهم وتقديمهم إلى مصالح العدالة. إضافة لحملة تحسيسية لوقاية من حوادث المرور خلال شهر فضيل سرية إقليمية لأمن الطرقات البرواقية، تم من خلالها التذكير بالأخطار الناجمة عن التعبئة، عن التعب والإرهاق ونقص اليقظة، وكذلك تجنب مناورات خطيرة لردع المخالفين. كذا تعتمد مصالح الدرك الوطني على ما يصلها من تبليغات عبر الرقم الأخضر 1055 وكذلك تطبيقي الطريق في تحديد المخالفين. الأرقام الرهيبة لحوادث المرور والنتائج المأساوية التي تخلفها يشيران إلى أن التحسيس والردع يساهمان بنسب قليلة للحد من حوادث المرور في ظل غياب الوعي المروري لدى السائقين.